السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا غادي يكون ثاني درس في الضبيعة اللي غادي نطرقوا فيه لواحد البتي بروغرام اللي غيبين لنا شنو يعني لي فونكسيوناليتي اللي يقدر يديرهم لنا ليديتور بي بي. يعني مثلا كيفاش نكتبو في دي سيلول، كيفاش نسيبريمي واحد لاين، كيفاش نبدلو لا كولور ديال لا بوليس، كيفاش نبدلو لا كولور ديال رومبليساج ديال ان سيلول. مهم هذا باش المبتدئين يعرفوا شنو هما لي كاباسيتي ديال هاد البيئة. هذا هو تقريبا لوبجيكتيف ديال هاد الدرس. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع الدرس الثاني. دونك في هاد الدرس هذا غادي نديرو ان تي بروغرام، نحاولو نديرو نكتبو فيه ان كود اللي كيدير واحد المجموعه من الامور اللي يقدر يديرها البيع. بيان سور ما غاديش نديرو يعني كل شيء شنو يمكن يدير ديزير بازيك بور ابليكاسيون، ولكن غير غادي نديو فكره. اكزومبل مثلا غادي نحاولو هاد لي دوني اللي يمكن نسيزيوهم مانيوالمون مباشره، نقدروا نسيزيو هاد لي نون برينون كما درت انا مثلا في الطابلو. غادي نحاولو باش نديرو ان كود هو اللي يسيزي لينا هاد الامور كامل. مثلا يكتب لينا هاد نون برينون، يعطيهم ان كولور مثلا مثلا كولوري هاد تو لانتيريور ديال لي سيلول هاد لا كولور بار اكزومبل. يديبلاسي لينا هادي، يطلعها هنا و سيليكسيوني لنا بلا ما سيليكسيوني، يكتب لينا مباشره يدير لينا شي كولور مثلا، و الانتيريور ديالهم المهم نحاولو نديرو مثلا لا كولور بار اكزومبل. دونك هادشي غادي نحاولو نديروه ب يتوب ان بروغرام بي بي. نحاولو نرجعو شي كيما كان. هاد لي دوني غادي نمسحوهم دابا، ونحاولو نديرو ان كود هو اللي غادي يسيزي لينا هاد الامور اللي شفنا هادا. ولكن قبل غادي نهضرو واحد شويه على لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي. حيت لونغاج في بي ا سي ان لونغاج دو بروغراماسيون اورينتي اوبجي، دونك خصنا ضروري نفهمو لا نوسيون ديال لي اوبجي بلا ما ندخلو يعني في لا بارتي تيوريك، لان ما سميتو درس اللي هو مطول بزاف ما يمكنش نسميتو نطرقو ليه كامل. مهم حنا اللي خصنا نفهموه هو بان الفي بي ا سي ان لونغاج دو بروغراماسيون اورينتي اوبجي. شنو المعنى ديالها؟ بانه كيتكون من دي زوبجي، يعني اكسل ديالنا اللي كنعرفو كيتكون من دي زوبجي. شنو هو اصغر اوبجي دابا بالنسبه لينا هنا، رغم ان كاين دي زوبجي كاع من غير هادشي اللي كنعرفو؟ مثلا لا سيلول. دونك لا سيلول مثلا بحال نعتبروها هي اصغر اوبجي كاين. دونك لا سيلول هي لوبجي الصغير، والمجموعه ديال لي سيلول كتجي فوق منها. مثلا ان سيلول كتلقاها كتنتمي لواحد المجموعه ديال لي سيلول. وهذا الشيء كامل اللي كنهضروا عليه كاين في ان فاي، كينتمي لواحد لافاي. مثلا هاد لافاي 2 وهذه لافاي 1، كل وحده راه فيها واحد المجموعه ديال لي سيلول ومجموعه ديال المجموعات ديال لي سيلول عاوتاني. وفوق من لا فاي شنو كاين؟ كاين لو كلاسور اللي هو لو فيشي اكسل. لو فيشي اكسل بذاتو حتى هو سي ان اوبجي. وفوق من الفيشي كاين لابليكاسيون اكسل او لا لونسومبل ديال لي كلاسور اللي كيكونوا مفتوحين، هادي كتسمى لوبجي ابليكاسيون. نعاودو، دونك كاين لوبجي ابليكاسيون هو اكبر شي حاجه، بحال نقولوا هذا هو الاب، بحال هذا هو الاب ديال هادو اللي تحت منه. دونك هذا الاب ديال هادو، هذا الاب ديال هادو، هذا الاب ديال هادو، وهذا الاب ديال هاد. هادشي اللي كاين. والعكس هذا دابا ابن وحنا غاديين. المهم دونك مثلا بالنسبه لينا سيلول مثلا راها سي ان اوبجي اللي كي ابارتيان لواحد المجموعه ديال لي سيلول. مثلا هاد لا سيلول مثلا هادي اللي هنا نديرو لها شي مثلا هاد لا سيلول الى ابارتيان لهاد لونسومبل ديال لي سيلول.
وفي نفس الوقت هاد لونسومبل هذا إل أبارتيان لهاد لافوي، لافوي نيميرو أن، وهاد لافوي نيميرو أن بحد ذاتها إل أبارتيان لهاد لو كلاسور اللي هو كودين شالنج لوسون نيميرو دو. و بيان سور لو كلاسور ديالنا اللي هو كودين شالنج لوسون دو راه إل أبارتيان لابليكاسيون اللي هي لابليكاسيون إكسل. دونك الاهميه ديال هذا الشيء غادي نشوفوها من بعد، اللي مهم هنا هو نفهموا هاد لا نوسيون من بعد غادي نوليو نعرفوا بان ضروري نعرفوا هاد لا نوسيون باش يمكن لينا نمانيبيليو هاد لي زوبجي ديالنا بطريقه صحيحه. بداو دابا مثلا لوبجي، لوبجي رانج، كيفاش كنكتبوا لوبجي رانج؟ مثلا هذا نسيليكسيوني هاد هاد لونسومبل ديال لي سيلول اللي عندي هنا ملونين مصبوغين. دونك الا بغيت نكتبهم بهذه الطريقه ديال الرانج كنكتب رانج ونفتح لا بارونتيز ندير ان كروشي بحال هكا كناخذ هاد لا سيلول فوقانيه اللي على لاكوش كنشوف الا بغيت بلا ما نبقى نقلب فين كاينه كنجي غير هنا هاد البلاص اللي على لاكوش هنا راني سيليكسيونها هادي كتسمى لا زون نو. دونك الى سيليكسيونيت هادي اوتوماتيكمون كيبان لي السميه ديالها هنا هي جي 1. دونك كنجي لهاد الرانج كنكتب جي 1 جي 1 ندير دو بوين كنمشي دابا لا دروات تحت على لا دروات تحت لا دروات هي اي 4 نديرها هنا اي 4. دونك دابا راني كتبت السميه ديال هاد مجموعة ديال لي سيلول. هاد المجموعة ديال لي سيلول دابا فيب بي كيفهمهم كيفهمها بهذه الطريقة. الا كتبت له الرانج وكتبت هكا فتحت لا بارونتيز وكتب جي 1 دو بوين اي 4 راه معناتها بان راك كتقصد هاد المجموعة ديال لي سيلول. بالنسبة لهاد لوبجي سيل اللي هو كيقصد كنقصدو به اون سول سيلول اون سول سيلول كنكتبوه بهذه الطريقة نكتبو مثلا واحد واحد. شنو كنقصدو بهاد واحد واحد؟ كنقصدو بها هاد لا سيلول لي على لاكوش الفوق ديال سميتو. كيفاش غادي نفهمو هادشي؟ هاد العدد الاول اللي كنكتبوه في وسط لا بارونتيز هو النيميرو ديال لالين، هو لو نيميرو ديال لالين. هاد لالين مثلا واحد، دونك هاد النيميرو الاول اللي على اليسار كنقصدو به لادين واحد. والرقم الثاني هو الرقم ديال لا كولون. هاد لا كولون مثلا هي الاولى، دونك النمره ديالها واحد. وباش نعرفوها اكزاكتومون بانها النمره واحد كاينه واحد لا فونكسيون في اكسل كتسمى كولون. كنكتبو ايغال كولون هي اوتوماتيكمون خرجت لينا كنديروا عليها دوبل كليك كنديروا مباشره اونتري. لاحظوا بانه عطانا واحد. الى زيد جلسيتها هنا رقم 2، الى جلسيتها هنا رقم 3، يعني هذه هي لا كولون رقم 3 سي هي 3 حيت في الاحرف ديال سميتو راه مترتبين بهذه الطريقه. ما علينا، المهم هذه لا فونكسيون كولون غير باش نحدوا لا كولون حيت نقدروا نكونوا بعاد لهاد الجهه مثلا وما نعرفوش الرقم ديال لا كولون هنا. يعني عندنا هاد الطريقه باش نجرو مثلا من هنا. دونك انا عرفت بان هادي 50، ولكن الا ما كنتش عارف مثلا بحال هادي مثلا نفترضوا ما عارفش رغم انها تابعه ليها، دونك هادي 51، ولكن غادي نكتب كولون ندير دوبل كليك على لا كولون وندير اونتري مباشره بلا ما نسد القوس يعطيني 51. دونك هادي هي لا كولون 51. ان يجي دابا باش نرجع سميتو. دونك هنا اشنو قلنا؟ قلنا بالنسبه للطريقه باش يمكننا نكتبوا لا ريفيرونس اللي كنعرفوا حنا في اكسل. مثلا ملي كنكليكي هنا هاد اش 7 ديالي، هاد اش 7 ما كيفهمهاش اكسل بهذه الطريقه ديال سيل. نعطيه لالين اللي هي 7. دونك الا بغيت نكتب هذه مثلا غادي دي مثلا هنا انا بغيت هاد لا سيلول، دونك غادي ندير هكا
غادي نجي لالين سات سات ولا كولون هاد لا كولون سوا نحسبها دونك هي 3 4 5 6 7 8 في هاد الحاله نكتب مباشره 8 حيت ساهله لي الحساب الا كانت واعره للحساب نديروا العمليه اللي قلنا نديروا ايكال بيان سور ملي كنكتبوا كولون راه في اي سيلول في ديك لا كولون راه كتعطي لينا نفس العدد يعني الا درناها هنا يعني غادي تعطي لينا نفس العدد لان راه حنا في نفس لا كولون دونك 8 دير المود 8 بالنسبه للسيل 7 8 دونك راه حنا كنقصدوا هاد لا سيلول بالنسبه ل لا في اكسل دونك نديرو كنفتحو البارونتاز هنا خصنا نكتبو السمية ديال لافوي اللي بغينا اللي كنقصدو حنايا بالضبط مثلا لافوي نيميرو 1 الا بغينا لافوي نيميرو 1 دي دونك نحطوها هنا بيان سور اونتر كروشي ديما دابا هنا دونك نقصدو بان لافوي نيميرو 1 بهاد الكتبة في بي ا كيعرف بان هادي كتقصد بها لافوي نيميرو 1 بالنسبه للورك بوكس اللي هي قلنا الكلاسور او لو فيشي اكسل يعني هو هذا مثلا كودين تشالنج غادي نكتبوا هاد الورك بوكس هنا وهنا خصنا نكتبوا هاد السميه كامله مما مكتوبه ديك باش غادي نجيبوها غادي نديروا ايغار كاينه واحد لا فونكسيون كتجيب لنا السميه ديال تسمى سيلول كنديرو دبل كليك على سيلول هنا كيعطينا واحد الاختيارات كناخدو لو نوم ديال الفيشي نسدو لا بارونتيز نديرو دونك هنايا كتبقى ديما لا فورمول كنكوبيوها ونديرو كولاج سبيسيال فالور باش يمكن لينا ندخلو لداخل لا سيلول ونسيليكسيونيو السميه ديالنا اللي هي هادي كودين شالنج لو سون ان حتى ليكستونسيون ناخدوها كوبيوها وهنا بيان سور توجور اونتر كروش ونسدو لا بارونتيز نديرو انتري دونك هادي بالنسبة هذا دابا لو كلاسور اللي السميه ديالو هي هادي دابا حاليا من كنكونو خدامين يعني في ان سول فيشي اللي مفتوح هاد الشيء ما كيتطرحش هاد المشكل ديال السميه ديال الكلاسور ولكن من بعد غادي نعرفوا بان مين يكونوا عندنا بليزير فيشي مفتوحين يقدر يوقع لا كونفيزيون دونك ضروري ديك الساعه خصنا نديروا السميه ديال الكلاسور اللي بغينا حنا يتكتب فيه لو كود دونك هذا فيما يخص كيفاش كنوميو بيان سور يعني شاك اوبجي ديالنا يعني شاك اوبجي كيفاش كان سميتو يعني في بي ا كيفاش يعرف اش من مثلا سيلول كتهضر عليها اش من الرانج كتهضر عليه اش من فوي اش من كلاسور او لا اش من فيشي كتكلم عليه بالنسبه لي زوبجي دابا ديالنا كما شفنا بالنسبه لهذه الطريقه كيفاش نعطيو لو نون ديال شاك اوبجي دابا شاك اوبجي عندو دي بروبريتي ديالو مثلا لا سيلول ديالنا مثلا الا كاينه دروات ودرنا فورما ديال لا سيلول دونك غادي نشوفو بزاف ديال الامور هنايا اللي كيتسموا دي بروبريتي مثلا لا بوليس ديال هذيك السيلول الطريقه كيفاش مكتوبين لي كاركتر ديال الطريقه واش كاليبري واش هادي المهم واش كرا واش ايطاليك لا طاي ديالو واش 11 والمهم لا طاي لا كولور المهم هاد الامور كلها كيتسموا دي بروبريتي دونك شاك اوبجي عنده دي بروبريتي ديالو ومين كنبغيو نهضروا على ان بروبريتي بالنسبه للفي بي ا كيفهمها بهذه الطريقه نكتبوا سميتو لا سيل لوبجي ديالنا بالطريقه ديالو يعني سيلول الى كانت هكا رانج بحال هكا كنزيدوا واحد البوان حدا ها بوان دونك هذاك لو بوان كيقول لينا بان راه داك الشيء اللي من بعد لو بوان مثلا سي اون بروبريتي مثلا لا فالور ديال ان سيلول لا فالور تكتب بحال هكا مثلا فالو
لان هاد الطريقه هادي اللي كتبت لكم دابا دونك لا فالور اللي كاينه في لا سيلول واحد واحد مثلا هادي هي لا سيلول واحد واحد نفترضوا فيها 12 مثلا كتب فيها 12 دونك يعني هادي راها تساوي 12 داكور دونك هاد لو بوين كي سيباري ما بين لوبجي و ولا ولا ولا, ولا بروبريتي ديالها هاد ايغال غير انا عطيت القيمه يعني هاد الشيء اللي كنقول لكم دابا كافي يعني لا اوبجي بوين بعدا سميتو لا بروبريتي اللي هي بالنسبه لينا دابا لا فالور لا سي وتقدر تكون الكولور تقدر تكون بزاف ديال الامور كاع دوك البروبريتي اللي يمكن يكونوا عند لا سي بنفس الطريقه من غير لي بروبريتي كاين امور اخرى كتسمى لي ميثود لي ميثود بحال مثلا هاد لا سيلول الا كليكيت عاوتاني دروات كنلقى كوبي كوب كوبي انسيري سوبريمي هادو كيتسموا دي ميثود دي ميثود يعني حتى هما بنفس الطريقه مثلا لو فيت انك كنكليكي على ان سيلول كنتسمى سيليكسيونيت لا سيلول سيليكسيونيت الا كليكيت دابا في ا واحد راه كتسمى سيليكسيونيت ا واحد الا بغيت نكتبها بالكود في بي ا بنفس الطريقه اللي كتبت بها البروبريتي غادي نكتب بلاص بروبريتي نكتب لا ميثود ديالي مثلا هي سيليكت سيليكت دونك هاد الطريقه كنقول في بي ا سيليكسيوني ليا لا سيلول ا واحد يعني اون فوا نكتب له هادي ونيكزيكوتيها هو راسو كيجي الا كان هنا غادي يجي هنا اوتوماتيكمون سيليكسيوني ليا لا سيلول ا واحد دونك باش نكتبوا هاد لو كود اللي قلنا اللي غادي يمر لينا هاد تي طابلو ديالنا غادي نمشيو ونفتحوا ليديتور فيزيوال بازيك كما شفنا المره دونك نفتحوا ليديتور دونك ليديتور ديالنا هو هذا بيان سور في الاول كيجي يعني ما عندناش فيه لو كود دونك خصنا اول حاجه باش نكتبوا لو كود كما قلنا اننا نكرييو سميتو ان موديول دونك سوا نجيو لهنا لهاد لو بوطون ونكليكيو على موديول كيما قلنا ثلاثه الخطرات ثلاثه العمليات اولا نديرو انسيرسيون او ثاني موديول اولا نكليكيو دروه هنا نديرو انسيرسيون موديول المهم اي وحده فيهم صافا مارشي المهم هو الموديول ديالنا تكريا وتفتحت لي تفتحت لينا لا فانيتر ديالو دابا هادشي غادي نحيدو باش يكون عندي لي سباس كتير دونك نحيد هاد فانيتر دونك قلنا من نبغي نكتب الكود اول حاجه هي نكتب لو مو كلي سوب كما قلنا هو البدايه ديال ان بروسيدور وغادي نكتب لا بروسيدور نكتب ما بروسيدور وكما قلنا نفتح لا بارونتيز وندير اونتري دونك هو اوتوماتيكمون كيكتب ليا ان سوب دونك لا بروسيدور ديالي هي لو كود اللي غادي نكتبو ما بين سوب و ان سوب وهذه كتبقى السميه كما قلنا ديال لا بروسيدور هاد لي بارونتيز من بعد غادي نشوفو ليتيليتي ديالهم غادي نبقاو نقدروا نكتبو دي فاريابل هنا في الوسط اللي يمكن نعيطو عليهم من بعد المهم لو ديتاي غادي نشوفو كل حاجه كما قلنا في الوقت ديالها دابا حاليا غادي نحاولو نكتبو لو كود ديالنا غادي نحاولوا نكتبوا لو كود اللي غادي يدير لنا هذه العمليه اللي هضرنا عليها دونك باش نكتبوا الكود كما قلنا الرانج غادي نديروا الرانج نفتحوا لا بارونتيز هنا حنا هاد لا سيلول هذه اللي هي بي زوج نكتبوا فيها لو نو وهذه لو برينوم وهذه كما شفنا قبيله لاج دونك بي 2 كروشي ونكتب بي 2 نسد الكروشي ونسد لا بارونتيز دونك هذا رنج بي 2 دابا شنو كنا قلنا بان شاك اوبجي في سميتو في مايكروسوفت اكسل هذا رنج بي 2 سي ان اوبجي كما قلنا وحنا شنو بغينا نكتبو في لا فالور ديالو دونك بغينا نستعملو لا بروبريتي فالور كنسميوها فالور ديما من بغيو نراتاشيو une propriété d'un objet qu'on sépare par le point. Donc, avant de commencer, on va écrire un commentaire. On va dire affecté
فالور غادي نكتب نو على سيري بيدو. دونك غير باش هاد الكومونتير من بعد نفهم شنو بغيت ندير هنا بالضبط. دونك هنا كندير الرانج بيدو بوان فاليو دونك اكسل كيفهم هاد المعنى ديالها سي لا فالور ديال لا سيلول بيدو لا فالور ديال هاد البوان اللي قلنا ديال لا فالور ديال لا سيلول بيدو وكنعطوها لا فالور كنكتبو تساوي وكنكتبو نو حنا بغينا تكتب فيها نو غير من نبغيو نكتبو شين دو كاركتر نكتبو واحد لاشين ضروري نديروها اونتر كروشي باش يمكن نفهمها بي صافي. دونك هادي هاد لاين دابا غادي تكتب لينا نو هاد لا سيلول هادي بي دو. دونك هاد لا سيلول بي دو غادي تكتب فيها نو غادي ندير نفس العمليه ندير كوبي كولي سي. هنا دابا لا سيلول سي دو دونك هنا غادي ندير سي دو غادي نكتب فيها لو برينوم. دونك نكتب هنا برينوم نفس العملية ندير اونتري ونكوبيها تاني. دونك لا سيلول دابا هادي دي دو نكتب فيها 12 نكتب من بعد غادي نجي بيان سور كتبت لو نو برينو هادي نقدر نيكزيكوتي دابا لا بروسيدور. شنو قلنا باش نيكزيكوتي وكاين هاد لو بوتون خضر يتسمى اكزيكيتي غير الكورسور ديالي يكون في وسط لا بروسيدور اللي انا خدام عليها وكنوطى عليها هو ان فوا كنوطى عليه بيان سور الا لاحظتو ها هو لو نو تكتب برينو تكتبات اج تكتبات في دوك البلايص اللي بغينا حنا. دونك حنا غادي نكتبو واحد السميه هنا ما اي سميه نكتبو مثلا مهداوي لو نو فؤاد مهداوي فؤاد. دونك غادي نكوبي هادشي اللي كاين نسهل المأمورية. دونك نكوبي غير هنايا لا سيلول مبقاتش بي دو ولات بي تروا. دونك هنا غادي نكتب بي تروا كلهم غادي يوليو تروا كلهم في لالين نيميرو تروا. دونك هنا لو نو البرينو مثلا فؤاد بالنسبه للاج مثلا 18 طون. بالنسبه لي نومبر كيما قلنا لي نومبر ما يحتاجوش لي كروشي يعني ان نومبر من نكتبو مباشره بلا ما نديرو اونتر كروشي حيت لو تيكست هو اللي كيدار اونتر كروشي اكور. دونك حنا سميتو جربوا كان اكزيكوتيو لا بروسيدور ديالنا ها هو كتب لينا داكشي اللي كتبناه في لو كود قال لنا اننا نديبلاسيو هاد لي سيلول اللي هما عندهم لا بوردور نطلعوهم لهنا. دونك باش نديرو هاد العمليه نسيبريميو هاد لاي. دونك هاد الطريقه باش تسيبريميها في الفي بي في الفي بي ا غادي نديرو نسيليكسيونيو وحده من لي سيلول ديال كما بغات تكون مثلا A4 ولا B4 ولا المهم كما بغات تكون نسيليكسيونيوها. دونك نجيو هنا سيليكت هادي سي اون ميثود اللي كنسيليكسيونيو بها سيلول A4 سنتر كروشي كندير اونتري. دونك هاد لا ميثود سيليكسيوني ليا لا سيلول A4 من بعد كنديرو اون اوتر ميثود هاد لا ميثود
معناتها ديليت هي سوبريمي ليا اونتيير رو، يعني اون لين اونتيير سوبريمي ليا لا لين اونتيير اللي مرتبطه بلا سيليكسيون. شنو هي لا سيليكسيون بالنسبه لينا دابا؟ هي هاد لا سيلول اكات اللي سبقنا هنا سيليكسيونيناها. دونك سيليكسيونينا اكات، هاد لا سيليكسيون عليها غيتبازا ويسيبريمي لا لين اونتيير اللي كتنتمي ليها هاد لا سيليكسيون، يعني غادي يسيبريمي ليا هاد لا لين اوتوماتيكمون في اكسل. من كان سيبريمي اون لين، ها هنا نجربو دون درت انسيرسيون، دونك ندير سيبريمي، نعاود مره اخرى سيبريمي لا لين، ها هو اوتوماتيكمون كيطلع هذا دونك انولي هاد لوبيراسيون. من بعد غادي نديروها فيا الكود. دونك هادي الطريقه باش غادي نسيبريميو لا لين، هاد لا لين باش تطلع هاد، يطلعوا هاد لي سيلول اللي عندهم لا بوردور يطلعوا لهنا، ونقدروا نكتبوا فيهم سميه اخرى. دونك حنا نكملوا قبل ما نيكزيكوتيو البروغرام، باش نكملوا غادي نكوبيو هادو كنترول سي كنترول. دابا غادي نكتبوا دونك في الكات لا لين كات. دونك غادي نبدلوها 3 ب 4 مثل ها مثل العمل ديال دونك بهذه الطريقه. دابا غادي نكتب غير هنا، خصني نبدل السميه ديال المهداوي، ندير مثلا المرباحي انا سعيد المرباحي سعيد عنده سيبا نكون. دونك بقى لنا دابا سميتو نعطيو لا كولور ديال لا بوليس لهاد لي 3 سيلول، نعطيهم اون كولور. دونك غادي ناخذ هادي مثلا سي كنترول اي. هنايا الرانج ديالنا يبدا من بي 2 حتى دي 2. دونك دونك هاد ميتو هاد الرانج ديالنا قلنا غادي نعطيوه اون كولور للبوليس. البوليس هو الفون بالنسبه للفي بي. دونك ديما كنوطو على كونترول اسباس، هو الى كان عندك ناقص مثلا ما كملش توقع على كونترول اسباس كيكمل لك هو. ولا كتجي هنا راحت كومبليتي لو مو كونترول اسباس. دونك نديرو بوين. دابا غادي خصنا دابا لا كولور، بغينا حنا لا كولور ديال من ديال لا بوليس ديال هاد لونسومبل ديال لي سيل. غادي نديرو ايغال، نستعملو سميتو اون فونكسيون ار جي بي كتسمى ديال فيزيوال بازيك باش تافيكتي اون كولور سميتو ان اوبجي. دونك هنا غادي ندير لي بارامتر ديالها رابيدمون. دونك هي عندها ثلاثة ديال لي بارامتر، شاك بارامتر كي رومبلاسي واحد لا كولور. هاد ار جي بي الاولى الار سي لو روج، من بعد لو فير، من بعد لو بلو. يعني هاد البارامتر الاول كي انديكي لك لو روج ولا لا كونتيتي ديال لو روج، يعني غادي يكون واحد الخليط من هاد ثلاثه ديال اللوانات لو روج و لو فير و لو بلو. دونك غادي دير مثلا الا بغيت لا كولور حمراء الكاركتر غادي دير هنا 255. عندك هاد لي فالور كيمشيو من 0 حتى 255 ماكس. دابا بون باش نيكزيكوتيو كاع باش نفهمو مزيان، غادي نرجع هاد لو كود اللي كاين هنا، غادي نرجعو كومونتير. دونك باش نرجع هادو كومونتير كنكليكي على هاد لوتي في لابار دوتي سميتو كومونتير بلوك، كنكليكي عليه. لاحظوا هو راه دار ليهم هذيك لابوستروف كلهم، ولاو بلا كولور خضراء كيما كنا شفنا في الدرس اللي فات. دونك هادو ولاو دي كومونتير. دونك لا بروسيدور كلها ولات ليميتي غير فهاد لا لين. دونك الى اكزيكوتي دابا لا بروسيدور غادي نيكزيكوتي هاد لو كود، غنجربو. دونك انا نيكزيكوتي لا كود سميتو. لاحظوا بان هاد ثلاثه د لي سيلول اللي هما هاد الرانج بي 2 دي 2
راهم تكولوراو بلو روج. دونك هاد 255 اللي درناه يل كوريسبون لار اللي هي لو روج. بغينا نديرو كله زرق غادي نديرو 255 هنا في الاخر بيان سور غادي نرجعوها زيرو. الا اكزيكيتيد غادي يرجع بلو. ها هو رجع بلو رجع زرق. بغينا الخضر غادي نديروها في الوقت اكزيكيتيد فوالا ها هو رجعو. بغيت ندير الوان اخرى مثلا الجري مثلا هو انك دير نفس لا فالور. الجري هو انك تخلط نفس لا فالور يعني دير مثلا 100 هنا هنا دير 100 هنا دير 100. دونك هنا الى اكزيكيتي تلاحظوا هذا تان جري. لكن هذا الجري اش غادي يوقع له ما حدك تقرب من 255 وهو كيقرب من الابيض وما حدك تقرب من زيرو هو كيقرب من الكحل. الا درنا زيرو 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 زيكي غادي نلقاو كحل. درنا 255 3 3 غادي نلقاو انه غادي يرجع بيض وما كيبانش لون سيليكسيونيت هو كيبان دابا بانه بيض. دونك ويلا كنا بغينا دوطر كولور نقدروا نستعملوا البانت. مثلا الا فتحت البانت غادي تلقى فيه هنا سميتو غادي تجي لهاد موديفي موديفي لي كولور وغادي يعطيك هاد هاد لا بواط هادي ديال موديفي كولور. لاحظوا هنايا هنا مثلا لو كولور لي سيليكسيوني هي هادي هي لو نوار هي الكحل. لاحظوا هاد الكود اللي هضرنا عليه دابا لو روج هو زيرو لو فير زيرو لو بلو زيرو. دونك الا عجبتك شي كولور من هنا بغيت تستعملها تكليكي في البلاصتين كاينه فوالا باردون غادي نسيليكسيوني هنا مثلا شي وحده لا بعد حيت من قبل ما كانش كان كيفاري هاد لي بارامتر الاخرين. دونك دابا حاليا غادي نشوف لا كولور هنا كان كليكي في البلاصه اللي بغيت مثلا هاد لا كولور ها هو لو كود غادي دير 14 في اليورو 241 في لو فير هنا و 200 نجربوها مثلا هادي 14 دونك هاد الفرز هنا 240 هنا و 230 هنا ويعطينا هاد لا كولور نجرب اكزيكيت كود. لاحظوا هذيك لا كولور نفسها اللي شفنا هي اللي المهم هذه غير طريقه يعني باش تشوف يعني كتستعمل البانت الى اذا بغيت تختار يعني الالوان المناسبه. دونك بنفس الطريقه غادي كولوريو هاد لي دو سميتو هاد السته ديال لي سيلول ناخذ نفس غادي نبداو. دونك هادي كتبدا من بي 3 وكتسالي عند دي 4 بي 3 تالي عند دي حيت راه قلنا بان هاد لا سيلو هاد لا لين غادي تسيبريما وهذا غادي يطلع غادي يولي في بلاصتها. حنا غادي نهضرو على هاد 6 ديال لي سيلول خصنا نعطيهم واحد لا كولور بيان سور نعطيهم. حنايا دابا غادي نبدلو هاد لي كود نديرو مثلا هادي نديروها مثلا بار مثلا ديرو هادي مثلا بالزرق ديرو هنا زيرو. دونك هذا فيما يخص لي كولور ديال لي كاركتير. نقدرو نزيدو لي كولور ديال الفون اللي الداخل ديال لي سيلول نفس اي في بلاصه الفون. دونك غادي ندير انتيريور يعني انتيريور ديال توجور بوان كول. دونك سي اي اوكي. هنا عاوتاني غادي نبدل بيان سور لا كولور. نقدر ندير شي حاجه ندير
نشوف البنات مثلا الا بغيت الصفر مثلا اختارينا الصفر دونك 255 255 هذه زيرو دونك هذا صفر مثلا الا بغينا نخرج شي لون دونك 255 0 255 دونك هادشي اللي كاين دابا دونك غادي نسدو البانت ديالنا وغادي نحاولو نيكزيكيتيو دابا هاد لو كود كومبلي دونك غادي نسيليكسيون نحيدلهم هنا بديت درت لهم كومونتير دابا نرجعهم ان كود عادي هنا الا هاد اللي فوقانية لاحظوا تكتبات بالاحمر حيت كنا شرحنا المرة الفايتة اوتي اوبسيون هنا الفورما ديال ليديتور كنا قلنا بان لي زيرور يتكتبوا بلو روج في البرومي بلون ديالهم بالاحمر دونك هاد الكتبه اللي كتب لينا بالاحمر دابا يعني كاينه ايرور علاش ايرور حيت هذا كتبناه في الاول على اساس كومونتير من بعد حيدنا له حتى هو لابوستروف دونك ولا كيتحسب بحال ان كود ولكن ما فهموش لان ما هاد المسائل الاخرى كلها راه فاهمها حيت راه حنا كاتبينها صحيحه هنا ما فهمش دونك هنا غادي يسيفين كليكيو هنا باش ردوا كومونتير او تحيد لو روج ورجع بالخضر حيت سي ان كومونتير دابا نقدروا نيكزيكيتيو نيكزيكيتيو لا سيدو ديالنا فوالا لاحظوا هنا داكشي اللي كتبنا في لوكو هنا راه تيكزيكيتا كما بغينا ناتي على نهايه هذه الحلقه في الحلقه المقبله ان شاء الله غادي نعرفوا المفهوم ديال ديبوغاج ونعرفوا كيفاش نعرفوا الانواع ديال الاخطاء اللي يمكن نديروا في الكود ديالنا وكيفاش نصححوا بيان سور هاد الاخطاء انطلاقا من ليديتور في بي استودعكم الله والحصه المقبله ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله